السلام عليكم اخوتي ومرحبا بكم فلوق اليوم. فلوق اليوم غنشوفوا معنا الاجواء ديال احتفال اليكانتي. كما كتشوفوا المغرب غلب اسبانيا هنايا في قطر. كتشوفوا تما الاجواء كويس خوفانين عندك توقع شي دراما. البوليس هنا خوفانين بزاف كيدورو كيوقفوا على الناس. عملوا عقلكم ما تمشوش الروينه. المهم خليكم معنا مع الاجواء. عدري الاسباني. هادشي اللي كاين هنا في المدينه هذه ماشي شي احتفال. المهم احتفال كاين هادشي اللي كاين. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا وتفاعلوا معاه باش نرجعوا ان شاء الله للفلوقات. ان شاء الله ما كاين غير الجديد بحدنا باقيين هنا. وتهلاو لي فراسكم ونتلاقاو في فلوق جديد ان شاء الله.